يعني ناس بتقول لي ده مش جديد على اتحاد الكرة. الحقيقة كلهم أصدقائي وبحترمهم احترام كبير جدا جدا، ولكن الحقيقة الظاهر ان هم ما بيشتغلوش كورة، يعني بيشتغلوا حاجة تانية غير الكورة، وحاجة تانية غير تنظيم المسابقات، وحاجة تانية غير مستقبل الكورة المصرية. عشوائية كبيرة جدا جدا في الأداء الحقيقة، وعشوائية في القرارات بشكل كبير جدا، حتى على مستوى الدوري الممتاز اللي جاي. وأنا بتكلم يعني بصوت يمكن كولر وصوت النادي الأهلي وأندية كثيرة جدا، يا جماعة طب الدوري هيبدأ إمتى؟ الدوري الموسم يعني خلاص، يعني بتتكلم على عدة أسابيع أو شهر، طب هيبدأ إمتى؟ في منتصف شهر 9، أول 9، 15، 14، 11. الناس دي فاكرة إن اليوم بيفرق مع المدير الفني، اليوم بيفرق مع المدير الفني. في فترة الإعداد والبري سيزون اللي بيعمله بيحط جدول بأيام وبساعات معينة عشان يوصل بيها للفريق للتوب فورم أو لفورمة جيدة يبدأ بها الموسم. فأنت لما بتقول له منتصف 9، طب أنا هعمل معسكر إمتى؟ هخلص المعسكر إمتى؟ ما أنت ممكن تقول لي والله منتصف 9 ده هيبقى يوم 10/9 هيبدأ الدوري، وأنا عامل البلان بتاعي إن أنا لسه هكون مثلا في معسكر بره يوم 10 أو يوم 11. فالموضوع الحقيقة الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا.